جزء وزارة قرشين ووزارة وزارة عقارنكا الشغلة اللي قبلتنا واحد سيد فاسنوكا حين حيرتي كالحديدة ويها حكومتها وإلى أطفئ طبعا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل واقر ووحوي قرياش قرم قرش إما كان حيسا شرعوا ما لقوا الشقياء أما فصف بها نقلوا الله لصوت الضالمين هم مغمي شرعوا ما لقوا الشقياء أما كان حمر حسنين عشان أكوفة بيوم شرعنا عن كل شيء يجيب يو وسائر الشقر إذا سؤال هاي من نوعه يو معلومات بسرعة سنعنا وكي شبع لنوه كل شيء المخون دون تمركع حتى سنقرانيا إنا نحن نعطوه يو وسائر القرشين ووسائر وسائر لها قرنكا الشقر اللي قبلتنا واحد سيد فاسنوكا حي حيارتي كالحديدة وليها حكومتها وإلى أطفئ طبعاً قلب أو سائر شقه أما حول وقلب أسود سائر قرشين تكاحي حولها مرك لسور ويو اللون بدلو ساعة جاية بدلو مرك لسنين يو الستيوشن دولبيت وحا هرية شقالة شقالة لأورية وحا الوقت يبيا بروسس وحا لنا أما حنان مرك آخر حنان با سائر قرشين تا لما خباينا إلا كوشا قيسو حنان في الكوبالو كو حب أوروبي يهمانك لبعضه قرشه يهمانك سدحاده إلى قرشه السمايسي أي سمايسون نظام إيو قرشه لبو لسود بغيري إيو كوكا بيو عمانك أكراده عمانك تبقل في قيمينك هولها مشاريع لأيه برغاني شلع مرقا مرقا لأوريو أفتا عمان بي يفتح أوريس وهذا يبقى بسمه كيو سارده هذا إلى اللحوة حولنا وحكسرسيها فرقا بروسس بودة وحكسرسيها ككوبة دوا قرشينها قرشين كسيد عادي قادي وحوي قرن يوحي كهوسي وحكا سرية الله بضبط دي وحكي كس على قرشيال قرشان السنة وحكو قرامل بودة دائرة لا تنسرة تبن صرة كبودة دحا شان صرة هي كبودة دوا هو اللي يعمل مصدح صرة إلى حل صبو المقوم قرن قرشيال شامرقا أجاسي كودة يوسف بريد صوب إمام الكوري وسأرده لبواحة قرن كان يقول رسولة وسأرده قرشينها وحنا نقول يمسك قرشان على العضو إن بي بيجا ناشنا بفلم الفلان وقرشان على قرشة قرن كان وكل يمرد وسنسفة فعصانا مشاك أدوانو إنت هذا حقوق إياه وحطما صغير قرن قرشيح بيان لهيدين بحوها حب حب تروح أول بعام هاي لبحب يمكوها الله إن لسماية سحن وسأرده أي سحن لسمايسه أما دخل على الأوراق، أما أربعة كيلشنا، أما أربعة كلا قرب بوب هاي على الأوراق، حق الله والله حق الله أنا وحق المعمولك وحق أي روبيان وسعرها وحاجة هاي ناس اللي جوا يقربكم، ومرك اللي سكوا يوم قلت حق الله استعماله قرشين تيجوا يبقي من كلام ديهم، قبل الصباحات وقرشين شو ما في صباح عنا شغل اللي حلوين عم يسمعينه سد بري أو أوله حق الجوان تسع بدل هربارين تاع اللي يسوق بدل أما هم أولان هربارين تاع ما الفيل مسوا حكومة أما هم أولان يسمح الله وطبلا إنه محي صاحبة أما هم أولان بيحان في الجوان يعني إنه الله يسوق بدل كتو بنا فحوي وشقو صارت بحشين بأوفر صارت تاعي بعد كل ودمين تمر قامت مشاريع جدا يا ما بحث السعودان ما دمانا يا ما انت سعودان ما إنه بس ما يتبدل مرك دوالانا لا قيميو لا ايغو وجيبي مشاريع لا لا ها ما لا غارين سلم بن ما فتا فضل اي واوي هيا مرك لو رويو وزاره الشباب شبوع با كل يوم صار با كل شخصا او وزاره دا كلا كلام تاعي لكن لا صدق شرعي لا شرعي لا اله الا الله قوم الله او شرعي اه حق لو با دي لو رويو او خير في ستاتستيكلا دي خير كلباادو اه خير كان لو مابلو ان هو ربدا ادبيغا هي oo waxaan sheegay inuu diiwaan gelin iyo qiimeynta go'aanka iyo mashruucyada hore ma qabla socono siyaasadda prigoobka jira marka ma soo uriyo dadka ee ka gudbana ay sanaa shuruuc kala duwan ee siyaasadana waan buuxin sanaala afkii shaqo iyo wiirada dadan ka sagaarteen oo galo seenu shaanno maxaa laga qabtay maxay mushaar ka soo socdo dad mar soo xogoreeya waa statistics
xogta ugu horeysa qorshay iyo dabagalaya laga hadalayo isbedelka xogta ugu horeysa xogta wasaaradda siyaasadda shaqeeya labada meelood baan ka helaa saxanno kala duwan oo qaarkoodii sanadle qaarkoodii shan sano markii hal mar la qabto qaarkooda mudooyin soo noqno oo ayaa la sameeyey xogta labaadnaba horta wasaarad walba qoranka waxay leedahay waaxdii qorsheynta waaxahaasna waa waaxahaan ugu tirsannahay ugu xidhannahay inaanu xog toosa ka helo wasaaradaha kala duwan waaxaha iyo kaaladaha iyo hay-adaha dowladda labada hadba markaa aan xogta ku helaa si shurtaa waxa wasaaraddu soo saartaa wax la yidhahdo Somaliland Inquiries oo ah in mar walba dalka aynu wixii arrimaha bulshada arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha kala duwanka si sanadlaha loo ogaado halkee laga marayo xeerar kala duwan waxaa kaloo sameynaa sanadka socotaanba waxaanu soo saarnaa kale qiimaha maciishada oo bilaa oo marka la ururiyo sanad tagta oo iyadana wasaaradda kala duwan iyo amaha marka qanacsato ama muwaadinka caadiga amaba cidda kutaka maal gashanaysa dhammaan macluumaad ay u baahan yihiin inay isticmaalaan waxa kale oo ka midoo sameynaa inaanu soo saarnay g d b-da oo inta badan sheegaysa dhaqaalaha dalka oo iyaduna dhowaanna dib u cusboonaysiin doonno waxaa kaloo jira wixii dhaqaalaha la xiriira oo dhanba inaanu soo saarno xog kala duwan oo loo baahanya haddii aan tusaaleel ka bixiyo ilaamiga saxamadii waaweynaa ee la sameeyey waxaa ka mid a tusaale ahaan oo kale in la sameeyey mid laado somaliland income expenditure survey oo labakunsaxdanku la qabtay oo eegayay dakhliga iyo qarashkareynta dadku say usahay maxaa soo gala maxaa la qarashkareeyaa waa noogahay dalkani lagama sameynin weli tirakob dhamaystiran oo wax tirakob leedaa laakiin waxa la sameeyey waxa laado population estimation survey oo labakunsaxdankii ahaa waxa kale oo la sameeyey waxa la dhaahdo somaliland household budget service oo ah meesha laga xisaabiyo dakhliga qofka meesha laga xisaabiyo bafartlanka oo ah saboolnimada iyo meesha laga xisaabiyo g d b-da horaa lagu sameynay 2013kii haddana sidaan u hadlayo waxaa ku jira kooxo kala duwan oo wasaaradda ka socda ayaa dalkoo dhan maraya oo wada qiimeyntii lagu sameynayey muxuu ahaa arrintaasi dhawaanna waxaa soo bixi doona macluumaad nagaan fici doona inaynu mar labaad aynu baaxno oo xog sugan aan u helno heerka saboolnimada iyo dakhliga qoyska iyo arrimaha la xiriira halkaas aynu ka xisaabin doonaa waxa kaloo jira waxaa la sameeyey labor survey oo ah shaqada iyo shaqaalaha 2013kii kiisii labaadna hadda gacantan ku hayna anagii wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda shaqada oo si kaashanayna waxaa kaloo la sameeyey mid la yidhahdo mix oo ah xaaladda ku sugan yihiin hooyooyinka iyo dhadhalada unicef ayaa inta badan gacanta ku haysa wasaaradda caafimaadka wada qabanaa si faahfaahsan baa la eegaa xaaladaha nolosha hooyada dhalaanka oo laga baahay inay bulsho walba u yihiin muxuu ahaa lafdabar yihiin isaga waxaa la qabtay gobolkan kiisii lixaadna hadda waxaana qorshihiisaana ku jirnaa oo waxaana ku jirnaa wejigii yargarowga dhawaanna insha allahu tacaala kowgoos kadibna bilaabi doonaa xog muhiimana way kasoo bixi doonta waxaa kaloo ka mid ah ugu muhiimsan waxa la yidhahdo somaliland democratic and health survey oo dhawaan dhamaystirnay oo isagu ka hadla arrimaha bulshada iyo caafimaadka oo ah warbixin aanu kula talinay cid walba oo doona siinaya ama siyaasad samayso ama qorsho dejiso ama istraatiijiyad waxaanu si guud uga hadlayaa arrimaha bulshada dhamaystirnay ee caafimaadka oo ah boob somaliland u gaara oo ilaa 400 meja waxaan kulli cid u baahatana wasaaraddu waa uga diyaar waana waxaan aaminsanay wax kale buu ka tari doonaa fahamka iyo waxaa sidoo kale deed wasaaradda ay samaysay qiimayaal ay ku samaysay haddii booyo qiimo saddexii sano u dambeysayba covid-19 baa dhibaato ku ahay dhaqaalaha taa laftiisa waxaa la sameeyey saameynta dhaqaalaha ku lahaa covid-19 waxaa kaloo jira iyaduna cilmi baadhisyo kale oo muxuu ahaa muhiima iliga ilaa sida hore baan usoo sheegay oo ama hadlaga kii la yidhahdo integrated household budget surveyga ama mikiska oo kii dhalaankii hooyada ama ugu muhiimsan hadda gacantaana ku haydno ah in loo diyaargaroobo dalka in loo sameeyo in laga sameeyo telecom telecomku hadii la qaban maayo saxdaba la qaban maayo waqti badan buu qaataa wuxuu u baahan yahay qorsho dheer oo qaran laga yeesho oo ugu horeysa in la dhiso awoodda wasaaradda ay u leedahay inay samayn karto telecom taasaanu hadda gacanta ku haynaa qorshihii ugu horreeyey iyo wejigii koowaad oo la yidhahdo free sensors preparatory face oo ah diyaargarowga ka horeeya telecomkaana gacanta ku haynaa waxaanu filaynaa in mar ay ma doonto inaynu telecomkaa samayno laakiin dee kulli wax usaan jirnay wuxuu u baahan yahay resource oo dad farsamo iyo dhaqaale iyo iyo doolis kale inuu bahay taana ka gacantaan ku haynaa u socdaa hawkiisu
waxaan aaminsanahay waa waxyaabaha ugu baahan badan si ay u xallo xuquuqdaba oo aynu ku qorsheyno dhinac walba oo ka mid ah waa inay u baahan qorsheyo dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo khayraadka iyo arrimaha bulshada. Intaa markaan dhaafo xaqta la helo waxaa ku xiga qorshe. Haddii aan xog lahayd nin qorshaha la sameynayo waa meelsatu waa shalsatu qofka haddaan guryo meesha tegayo de waxa laga yaaba inuu halaabo markaa xogta markaan helo ayaanu sameynaa qorshayaasha. Qorshayaasha caddada taariikhda Soomaaliland horumarka Soomaaliland wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo ilaa iyo 2019 marka marxalada marka la qaybiyo 2019 ilaa 2025 waxay sahlan tahay dib-u-dhis iyo abaabul fasaar iyo ka dhigisi iyo arrimihii guud ee dalka lagu nidaaminayay lagu dhisay kooxaha hay-adaha qaranka. Intaa marka la soo dhaafo waxaa loo baahday in la sameeyo qorshe nidaamsan oo lagu hoggaamin karo horumar. Marka laba kun iyo toddobaatkii iyadoo ku habboon magaajinta hoggaaminayo ayaa waxa la sameeyey saxan ama waxa la sameeyey qiimeyn loo bixiyey joint oo ahaa assessment oo ah waa qiimeyn la wada qabtay ee dowladda Soomaaliland iyo hay-adaha UNT iyo World Bank ay sameeyeen. Taa markii la sameeyey waxaa la go'aansaday in qaranka loo sameeyo qorshe muddadiiba hal mar la sameeyo oo arrimaha horumarka lagu qiimeeyo. Marka bilowgii soo bilaabantay UNDP marka waxa bilowday in la sameeyo wax lagu magacaabo Construction and Development oo ah program oo kii ugu horreeyay oo dib u dhiska iyo horumarka la xiriiray. Intaa wixii ka dambeeyey waxaa lagu guurnay hannaanka la dhaado NDP 3 NDP-yada oo ah National Development Planada in lagu guurnay oo kii ugu horreeyay iyo kii labaad oo dhamaaday kii saddexaadna hadda gacantaan ku hayno. Intaa waxa dheer inaynu qorshayaasha ay sameynayno shaqa saraa waxaa laga soo beegtaa waxa la dhaado Vision 2030 waa hiraalka halkaynu doono inaan gaadho 2030-ka hal mar laga gaari karo waynu qaybqaybsanay shaqii sanada qorshaynu samaysanaa. Marka hadda si loo gaaro hiraalka aynu samaysanay shanta tiir ku salaysan tiirka horumarinta arrimaha bulshada arrimaha dhaqaalaha deegaanka dowlad wanaagga iyo wuxuu ahaa kaalmasha dhaqaalaha shanta tiir iyadu shantii sanada hadal kala fadhiisto ayaa qorshe loo sameeyaa. Kii horo la qiimeeyaa wixii qabsoomay iyo waxa qabsoomay soo waxaa la eegaa markaasa hore laga socdaa. Intaa markaan dhaafno waxaa kaloo jira in aynu sanadkan bilownay si toosa inaynu samayno qorshihii qaranka. Marka qorshaha ugu muhiimsan aynu samaysanno waa qorshaha qaranka ama qorshaha horumarinta qaranka ayaa la yidhaa. Qorshahaasi horta maxaynu u samaysanaa? Waanaguba iska caashaqnay oo Soomaaliland buu gaar yahaymay dunida danba marba laga tagay oo adduunka ka tagtay. Laakiin imika muddadii u dambeysay wixii ka dambeeyey saxashaleyadii ilaa 146 dal baa leh wax la dhaado qorshe qaran. Magacyuu ka duwanaan karaa laakiin qorshaha qaranku waa wax dunida danba loo soo noqday oo dalka saaduu rabo inuu weli ogaado halkuu gaaran yahay iyo meeshuu socdo iyo intuu jiro weyna qorshe qaran. Waa qodobka labaad. Waxa weeye waxaa lagu baahanahay adduunyada daadyadu sida soo qoran oo inuu wax jira SDG-yo awalo waxa jiri jiray SDG-yo oo ahayd muxuu ahaa waa ahdaaf guuda adduunka wada samaysa oo horumarka oo la isu afkarto oo ama ha noqdaan kuwa adduunka ama kuwa gobollo qaaro ha noqoto u gaara ama kuwa wadamo qaaro ha noqoto waa inay yihiin kuwa la soo diray haddii aynaan lagu samaysano qorshe lama jaanqaadi karo. Marka qorsheyda waa dadku yirtaan inta badan wuxuu qayb ahaan ka shidaal qaataa SDG-sa waa awal SDG looga jirin iyo qorshayaasha kale adduunyada. Sababtoo ah qorshaha qaranku markay qorshe inhi laga yimaado dhinacna waa iska instrument ama hannaan aynu adduunyada kaga soo jeedanno muxuu ahaa maalgashi ama in adduunyada nala qabato. Marka haddii aynaan la jaanqaadin waxa socdaa wax badan ba laga yeelaynaan. Qodobka kale ee muhiimka waxa weeye dalkeedu baahiyo badan buu leeyahay. Baahiyahaasi waa in la koobo nidaamka loo koobo ee loo horumeeyo ee qalbayntii mudan loo soo horreysiya waa qorshaha qaranka ayaa naga caawiya. Wax kale oo isna uu aad iyo aad ugu muhiim yahay inaynu siyaasadameynta siyaasad qaran kuma samaysan karo. Siyaasadda waxay u adeegtaa iyo shuruucdu waxay u adeegaan horumarka. Marka tusaale ahaan kala sektorkii marka laga hadlayo caafimaadku wuxuu u baahan yahay mashaariic horumarineed sidoo kale shaqaalaha ugu meel marto iyo qorshayaashuna wuxuu u baahan yahay in la sameeyo shuruuc. Marka sharciyeynta lafteedu waxay u baahan tahay in ay qayb ka noqoto qorshe. Marka talaabada sharciyeynta iyo siyaasad dejintiiba ay ku kala qorayaan
go-aan-ka-gaadhista khayraadka iyo qoondaynta laftiida ama ha noqoto heer heerar kala duwan ee safarada kala duwan iyo mid sidoo kale waxaa maamula oo jaamooyinka iyo tilmaantabale qorshaha qaranka. Intaan ka soo dhaafno qorshaha qaranku wuxuu xoogga saaraa sidaan sheegiyay mudaaraha, wuxuu xoogga saaraa arrimaha siyaasadda oo siyaasadda la sameeyo, wuxuu xoogga saaraa shucuur, sidoo kale wuxuu xoogga saaraa in madowda miisaaniyaddu way kooban tahay oo dee lagama wada mawda gaadho inaan hawl socodsiin iyo nabadgelyo iyo horumarinta mawda kadayso. Waxaanaan aynu culays ka qaadno mararka qaar miisaaniyadda qaranka oo loogu fidiyo dhaqaale lagu raadiyo horumarinta. Intaa markaan dhaafno hanaanka wasaaradda dhaqaale, waa hanaan kurdo la jaanqaaday duruufaha taagan. Laba hadbaa mufaacnaa mudnaanaha iyo siyaasadaha guud iyo halka loo socdo xagga sare ka timaada, ama ha noqoto madaxweynaha, ama ha noqoto dokumentigan sheegay la yidhaahdo ciigsiga 2030, ama ha noqoto mudnaanaha kale qaranka uu leeyahay, ha noqoto dushii ka timaada hoosana waxaa laga keenaa tashiga iyo baahiyaha. Oo anagu intaana kala soo dhaafto aragtida madaxweynaha, la soo dhaafto arrimo aragtiyaha kale ee aynu qaranku leeyahay, waxaa kusoo xiga guddi labaad guddiga qorsheynta qaranka oo ilaa 9 wasiira ayaa iyaguna qayb ka qaata inay iyagoo matalaya safarada kala duwan inay aragtida ku daraan dejinta dokumentka. Intaa markaan dhameeyo, waxaa loo jaadigaa markaa in haddana bottom up hoosa laga soo bilaabo oo tashi heer degmo ilaa heer gobolo la sameeyo iyo heer wadaage sagta lagu soo maro. Intaa markaan dhaafno, waxaa kaloo jira mar walba 5 sanaba marka la dhamaato waa la qiimeeyaa qorshi hore maxaa ka fulay, maxaa fulwaayey, maxuu fuli waayey, kadibna kan dambe si uu qaabdhismeedkiisa iyo nidaamka iyo hanaanka loo maamulayo ama loo dejinayo inuu qayb ka noqdo. Intaa markaan dhaafno, qorshaha hadda aynu gacanta ku hayno ee socda kulley ee faahfaahinta ka dhigi doontaa wuxuu ku bilaabmaa marka la sameynayo wax la yidhaahdo roadmap. Geedi socod baa la sameeyaa, waa roadmap buu qorsheynaya, hadduu ka bilaabmaya qorshayaal ku dhamaanaya. Geedi socodka markaan dejinay, waxaanu ku xajisiinay in geedi socodka loo soo bandhigo danayaasha kala duwan oo ugu horeeyo madaxweynaha, oo ay ku xigaan guddiga qorsheynta qaranku, oo ay ku xigaan wasaaradaha iyo hay-adaha iyo wakaaladaha, iyadoo oo weliba gaar ahaan waaxigii qorsheyntu lala wadaagayo, kadibna danayaasha kala duwan lala wadaagayo. Intaa marka la sameeyo ee la fariisiyo hanaanka, waxaa ku xiga haddana in la sameeyo tools wixii xogta lagu soo ururiyay, xog baan u baahanay. Marka tashiga loo tiriyo gobollada degmooyinka, xog baan u baahanay, xogtaana nidaamkii loo soo ururin lahaa ayaa la sameeyaa. Kadib intaa marka la dhaafo, waxaa ku xiga in la sameeyo macroeconomic analysis oo xaaladda dhaqaale ee dalka dalka jirta la qiimeeyo. Haddii aynan xaaladda qiimeynin oo aan warbixin laga helin, waa adkaanaysa saadka ah in muxuu ahaa la dejiyo qorshe maangal. Intaa marka soo dhaafno, waxaa ku xiga markaa in gobollada dalka loo baxo oo qorshihii oo u dhamaystiran yahay qaabdhismeedkiisu la yaqaano meelaha xoogga la saarayo mara gobolladii la tago, gobol walbana kulan la yeesho ay ka soo qayb galaan dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolkaasi oo aqooyahanka iyo haweenka, ururada bulshada, meeyafada, dhammaan cid walba ama hala doorto ama ha noqdaa midka saameynta kule muxuu ahaa arrimaha bulshada ee dadka kaloola sameeyo. Tashi ku waajahan maxay noqonaysaa mudnaanta ay gobolkaasi leeyahay marka laga hadlayo dhanka horumarka. Intaa marka soo dhaafto, oo mudnaanaha laga soo ururiyo gobollada, haddana waxaa la daraaseeyaa xaaladda ay ku sugan yihiin sectors ayaa daraasad lagu sameeyaa. Marka waxaa la sector situation analysis, xaaladda dadka ee sectorka ku jira oo la daraaseeyo. Intaa marka labada la isku daro ayaa waxaa loo gudbaa sector consultation, in lala yeesho wada tashi sectorada, ama ha noqdaa kuwii arrimaha bulshada, ama ha noqdaa kuwii dhaqaalaha, ama ha noqdaa kuwii kale iyadoo arrimaha kala duwan ka shaqeeya. Tashiga marka soo dhamaado ayaa markaa waxaa bilaabmaya in qoraalkii la bilaabo kulli xanaan loo qoraana waa chaptaro. Chaptar walbana waxaa ka hadlaya sector. Intaa marka la sameeyo la qoro chaptarada, haddana dibba lagu celin doonaa halkaas aan ku taagan chaptaradan wadnaa. Qayb ahaana waan soo dhamaynay tashigii oo jaalada khamiisii dhamaaday oo tashigii u dambeeyey. Qoraalka marka la bilaabana la dhameeyo la sameeyo qabyo qoraalka chaptar walbana
هدو حان لغو نقوم دينا حدنا سكرادي او دب لو ايك دولو وحي باهي اي العاين ايو 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 جئين حلقة قرطية هي تقول هذه الرصاص يسوي خلايا المدلقة المصرية مشاريع الترجمة وكذا. أنت هذا كله دافع. هل هذا هو حنا يسمعه حسب حا وحياة الناس اللي في المنطقة. راح نصوب على حق الساتيسي سواء راح نصوب هي هذه واحدة كذا واحدة سبحان الله فراحي واحدة بندريش ناس بندريش من اللي سوق بندريش هؤلاء كتبوا كلامهم قرب كلية كان عارف ربطة سعادة واحدة عوشة قبطة وحريت مع الشروع وهو رويشة العيالة بعده انشو أكت وهو مصرين عنه بلدل يقيمه يوم صمينه عيدها في الجوان حضور اللعنة قرن هي ألا ألا خيدة وحل العدو سكبريت وإلى آخر حياة آخر هاربي هارك الوحة السرية وهي كرر سكر والبا صار سكر تناسب وطلع من كان يعني هرمان كده شو كيف في سولة يعني حنان سود بري السنة هي عيدي كلام هاي أدم أما أورب مشين كوه ولن هاو شاو هيو تنو حسبي مدن كلامه يلو كارا أو لغوي يو قبل لغوي يعني سكر كارا كلامه يو يمشي على تري سلاح وحكي سوى هي سكر والبا في سور راع واحد سمعه راعي تسترال كوها كوردينيشن فورم واه ان سكتر والبا عندي هي دوبيل بين الحوين وايد راه مرات قاع شرويشان و كل ما صار يكون بين هي كوها فرق كوبا يسوي مكان او يمر على مرات قاع شرويشان يمر لو كنت فاكر يجي واحد يلعب قد حياة سكر انت انا كان عارف واحد شريك في ديال هذا ناشونال بلان كوميشن انا كوميتي بقول اذا قران قرشين او يجي تبدل شامبوين national priorities mudnaaraha qaranka iyo resource iyo dhammaan waxyaabaha ugu baahan yahay dadba iyadu gacanta ku haysana waa isla waa heerka saddexaad ee suugaanta waxa uu dambeeyaa ilaalada umma in ka samaynayo qorshaha qaranka ta qorshaha waxa uu baahanayaa dadka caalamka iyo dadka saaxiibada ee ka soo xudura sabab ku dhisato oo ay inaan raadiso marka suugaanta nidaam qoysareeya ama kula qoysareeya وعلى هاي ليفل اي كوردينيشن فورم وشركه سراء اسمي بعدان اسمي بريد كان معاويه فانا طبعا اسمي بعدان دولته يورد برشده يو روها دنياشا رمرها ومرتا موحي قد صغيرة لغوط بينية وحي لقرشين دعا لغوط بينية وانا ما الحق لو خلقاته انت بدلنا واحد على اللي في ربما لصميان في السبري هم ده انا سيدك لو مكتب المي بعدان على الارجو بلنشيان إذا كان مطلوب واحد كل بغل كبير سبع حديث معنا وينع وها الكوبات وها حقك خلاص وها فرتها كسب حاله وهي السجود أنا السجود كم كلوي يجي تروح الوصع مع مشروع أبو طلقة كنت بدل سوق على الوصع مع وان طلقة لا وحي مشكلة له كيف كان وان وان لحن لنا سوق على واحد من سبع نعيم لخلال اليوم مش هذا اللي بس تبغى خيرا in waxa si aan waxa loo maamulo shuruuc iyo dhaqanka waa muhiim oo aan u barna taas kullu ugu weyn codbixin waxa la xalliyo sanadkii waxa la soo saaray warbixin gaado ay prohibo oo ah warbixinta deeqaha soo gala kullu waxa soo saaray marka ku soo toonta ugu dhow 60 marka aan ka tahayna oo de sanadkan kullu la joogo waxa soo saaray sanadkii waxa dhamaaday kullu warbixinta sanadka kula socda ee isticmaalka arbaasi ay leeyihiin inta ka dambayso ilaalinta marka ay garab mashruucyada dalka ku wada soo saarawli waa ila sax dhawl iyo tabriiqo ka mashruuc oo loo dhawlay sidii sadan muxuu aha sidoo loo dhawlay sidii xadiga ay wadaan urur maxalli ah inta kala ah ee urur caalami ah ay gacan ku hayaan oo ila saal si la xaliyo saal mashruuc inta ka dambayso لما شرح لنا صعقة أو المرجع السنين اللي جه اليوم واحد رواه من سيد المرة
مشاريع العقود في السنة ما راح كله يجي زيادة وفي شارع ينوص غرائب وراحة أتى السؤال اللي قلت عليه إنه هنا خب لعبه فصدى نظام كذا لو قابل يصير لو بتشير يو خلاك فربرت لها ما هو أنا قلت هذا الرفاه تاني هي حكومة هذا كذا هي عرفتها روحها عرفتها هي الرفاه كذا يبي يلحقنا إلا إذا صار شيء غير كيف تقدر لما تكون شكل أم النظام يعني صحة حق ربنا كان على ماي حتى ممكن تشوفه كان صوب على إن لو بعده إن معرفة بين ربنا إلا إن هلا حنا صح أو أي أمور صنع وهي إنه ده هلا لحنا ربنا أو مشي غيرا حتى ما يروح إلا كتري سكان هلا هلا يا رب مشي صدوق على لا إسياح يالس إسياح وصغار بفلح الفن صدق أخبار السؤال هي الأساس، صدق لما كنا نقول لهم كي لو هم راحوا عاو، دفع الله بيعقول صنع، أو المحب ده وح مع لهم بغلة، سير مش بسلاح. صدق قاسي وحو كسر السير الشعري على كل أساس إن هاي إم و يو الشيس هاي بطلع أخبار السؤال لا، والله شرعة سفر سفتو، زينو صحيح. يرجع الحياه شعور وتبدا تريد سيئه يرجع ما هو صحيح وتجد سجد كذا ولو ما هو لو هم يسرعوا حوالي لابوره سجد الدقالة او دقالة دول في سكة وراعيك الدولة اما بيار هم غطو اما بيار هم غطو اما بيار هم غطو اما بيار هم غطو اما وحيانا فريق عمال شغالة هم غطو فتفاة الوزيزة ميلا حلق وصارنا وحسكنا وطنا هذا يتعني سيكوكي حلق وحسارة يعني محد مشنة وبيها يعفنات يخرشان الناس سواء شريعة المتبين كان بطل هذا الانتان كان يسوحه كنت بطلقه بس على عرمها بغالها أبتشين هم غلطه أما هم غلطه مفوحة سيارية الله حلوية حولها هم غلطه سيطة بعرمها الله أبوره أما بدلل المسي هم غلطه سيلو وقفة يسقيرات تدلقه وتدلقه كان بطلقه سوء غرية يعني إياه واختدرة الدخية باراكا انجريسا يدينمارك يوفولن ينوي وكذا بحاجة نمر تبصوا جبت صوب شيء لذا كلام ما ما وصلت حياة هل تبغى على شيء سير كمتي وجود جدا حبيب بعيد جود تسرع وأنا بجميع فاعل طبعا بقى طب السير تسوق وصلت حلا كل لا تقولوا سرعية أيوة بس وشيء سير كمتي وجود جدا حبيب بعيد سرع وأنا بجميع فاعل حتى لو كانت المدينة مثل أو طلبات الرياشة، أي حتى لو كانت المدينة مثل روعة فوضى، المدينة مثل روعة مخايع لو مشاركنا صوت الله وسعر لها كبيرة وسعر لها ولا أجل سيش يقول أي حتى نسبيما هو ما لدي ما يقول لك قال أكتب الصلاة أي سيدة الله كبيرة سيدة مشاركة بقولية وحبه هو سيئة وحل على البروغرام تكتبتيش ليمت أما بروغرام تكتبتي وحل سعر لكم مشروع عقا الصلاة وطرد القبرة بتكتب عقا مهيسة إيه فلوس فرصد أحدها هي الأي ايه فرصانية الشيخ ليه كله قلوا حلالة هاي نوع الوضوك على ايه بلاها ايه عمضة ايه بلاها الوصل مشروع عمل قناع اللي هو سكون يروح الواكي جاي رمض مهربة مرتع ايه دبنا قناع تجيبه ايه لانا محمد كومي جرائني اما اقبال ايه العام كلام سكون لك ايه كل جديد قرار يا حربارك ايه ايه واحد سمية الله شكتو واحد سمية سكرنا الكيه سنة كان مصر دوس وصعبان ايه بسعنا لا أنا أشتغل أو نجا هي يحبيها وسوا سوا كله. وأنت لما كان صوبه يوصل يسمعه. إذا كان أما أنا أقول لك ليش يسمع له سوبي. إذا أنا بقول له ما هو
ishandan baa kuu jeedinayay inay qaraaxa wax ku darsadaan iyaga waxay u baahan nidaam isku fahmaan innaga oo cidii akhrisay waxa u baahan nidaam qaran dheer isu fahmo marka iyaga oo u dhexwadaya in madax ayaa sahanka iyo maamulka ay shuruudaha waynaa marka dhacwada qaba wax xiriir kuntii waaweyn oo halkana laga qeyn laakiin dhici buu baahata oo helaysa kulligii ku jirtaa waxaanay qaawo saaxiibtay sidee ka warramaya oo hanaanka loo qabto mashaariicda si loo maamulo si loo qeybiyo ayuu khafaasada ku jirtaa inta marka dhaafno waxa aan u dirayaa mashaariicdu inay laakiin waa sheegay sidee fogkii sidee suurtagal maraha waxa uu xoogga saarayo أنا لا أقصد أن أفكر إلا كيف أروح واحد سياقيني إما واحد كمالي واحد لابو إمتيا واحد لابو مين واحد لابو عن ميديم تن وغيروش ما سمعين الريفي واحد لابو صار مقصد نمر بلقيني كل كيمان كان واحد لابو ما هو صار بحي أو يمنع أنه كل بحر واحد لابو واحد يشير وتفتح بين نوعها مشروع صبحة واحد لابو استضلبة أنا وكيفي صوم الله تعالى يا رب المشروع شارع الكلية السعودية تمر يا محاضرة حي الشيلة كان يسلي حنيا كان كل يسوي صوب على كوكتي صور كل يوم تبان يا رب نقول الله يا رب إيه مشاريع كمان تسكي عليا أو صلاة هاي كل يوم تشيل يا رب مشاريع نوعها هرب من هذا كل شيء نوعها يودع على من كره أربع فرسان يا رب كوار كل يوم تمام هذا يوم بحي سلام سلام مشكلين ولي ويت الله إنك ما كنت بحه فهذا كله يعني مشاريع كلا أقول عن دينا أنا أحب دعمه سلطة دولة وبرم يا ما من هذا لازم يحرمون تسكين عن تصالحهم فهذا كله كمان تبع طول تسكين بدون كبير وأحب ذلك يعني مشاريع دي بعض يوم برم تجيب كبير يعني كل يوم فهذا ما بسمع يعني كي بعض الحمام يوم يقطع يجي تناوي كل بعض حتى لا بد من أول حسابي في مشروعي كورنتيوية فرمة مشروع أبو هبيتا روحا أباليدا وروحان كما قلعيو استودلو المسرعي أنا أباليدا دلتا واحد روح في مشروعي أبو هبيتا قراءة دولودا أما أنا قلت الأحتار الشري أما أنا قلت الطيبتي الطوبرري أما لو أنا قلت الفيت السياسة هي الشروع اللي هي حضراعين الوسري روحا شغالة دولودي waxa xasan ee sidoo kale soo wa bay kale waxa kale oo jira mashruuca kale ee sidoo kale waxa uu ku dhacayo mashruuca tabarta oo sidoo kale xadda ee socda oo sidoo kale ku soo socda oo uu tii dhaqaale ee waxa uu qabtay waxa kale oo tabarta la qaalay yiri sababti tabiyu siyaad badba uu ku soo qaalay tahay wax soo saarka halkaas waxa la qaado hada wax soo saarka inuu ku wacan qaalay waa sax oo tan la qaalay أروح أروح ما أحب أول مرة أنا أنسان هاي مشروع عصير إن شاء الله تعالى بلام دولا مشروع أنا كل حبه صار يوم وديها بس مشروع أول حلو شيء مشروع وما بلام دولا بس ما حد يقول شيء بيجي تيجي سكوبر أو مشروع مشاعر إن هذا هو ما في كاين شيء نقول مشاعر صدى نبي سام بتاع أو يسوى على الله أنا بلام ووتر بروجكت أو مشروع ديها كل كل سكوبر لو صار هاي أو لو صار واحد حلو شيء مشروع إنه يسمع حتى بلا وقت وكثير من حالات الفلاح وريقه بريد الشيء جاته أو يسمع لا يرجع في ترانسفورت سكتة سرعة تنوية واللي بده يحرق على تاني إنه تلك في ما يبغى بريد تشتت دي دوري من أربع على الأمر يوري من أربع يوري شوف أنت لا بس ما حتى وريه ما صار يفرش فرش حتى كل يسمع وبعده بعد كم رضا ما تجري كل يسمع واو وصلنا عندنا كان بعضهم كل مشاعر الناس زي ما حيا سوبر جميل يوم وحلا بعضهم تبقى في يقين تبقى في يقين هذا كل اللي سير أنا وصل شغل بدو راح شقوي كل سعر طلبته شكل كبدة أول شيء شو بتعرف طبعا بس أنا ما بشوفه طبعا ممكن على مو قطع أو مشي على قطع بالله قطع
even though our town or by now, or the world is very cooking at the street, Alison. Had a few hours of iron, a very well. So far, happy with the weather, and you get the fitness of the view, the Hamas, I don't know. In the other half, the one to get over some higher. I'm an angel, and the shock to the world, very sadly. And the way to see, to look at, and the sadly, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.